للمزيد عن أجواء الأسواق العالمية ينضم إلينا من دبي رئيس قسم الأبحاث في مجموعة أكويتي رائد الخضر. أهلا بكم معنا. هناك إذن تحركات في أسواق النفط، توقعات بانتعاش الطلب كما تابعنا بتقرير أوبك الشهري، فإلى أين تتجه الأسعار برأيكم؟ يعني بشكل كبير يعني تظهر أسعار النفط أو تظهر أسعار النفط إمكانية الاستقرار والصعود أكثر فوق المستويات أو نحو مستويات 75 دولار للبرميل، وصولا حتى إلى 85 دولار للبرميل مع نهاية العملات العام، مع التوقع الإيجابي بإمكانية أن ترتفع عندي مستويات الطلب بشكل كبير بانتظار أنه يكون عندنا وصول لمستويات الطلب نحو ما يفوق أو وصولا إلى 100 مليون برميل يوميا. نحن عند 96.6 الطلب اليومي، هذا بحد ذاته يعتبر عندي يعني مع عودة افتتاح الأسواق العالمية، الاقتصادات العالمية، رفع restrictions عن السفر، عودة الإنتاج إلى ما كان عليه سابقا، هذا الطلب هو المحفز الحقيقي فعليا إلى استقرار أسعار النفط ونموها بشكل أكبر، وعكسها أيضا لعملية التضخم أو ارتفاع المؤقت في مستويات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية وحول العالم نتيجة السياسات التيسيرية الضخمة التي يتم اتباعها. إذن الطريق ممهد على الأقل نحو مستويات تفوق 80 دولار للبرميل مع قبل يعني ولوجنا في الربع الرابع من هذا العام. نعم، طبعا الأسواق ما زالت تترقب بيانات اقتصادية من الجانب الأمريكي، عم نحكي عن طبعا يعني أرقام إعانات البطالة، عم نحكي عن أرقام التضخم التي تابعناها هذا الأسبوع، وأيضا بعد تصريحات الفيدرالي. إلى أين اتجاه الأسواق؟ ما الذي قد تعطينا إياه أسواق العمل أيضا وأرقام البطالة بالولايات المتحدة الأمريكية برأيكم؟ لا أعتقد بالنسبة من آخر طرح لديك وهو سوق العمل لن يتحرك في الأسواق ساكن حتى تكون الإضافات من تقارير الوظائف غير الزراعية الأمريكية على سبيل المثال فوق المليون وظيفة حتى يكون هناك حركة فعليا أو تفاعل كبير من الأسواق. لا تزال هناك فسحة ومجال واسع للتعافي في الأسواق، ولا يعني أبدا البدء بتشديد السياسة النقدية أو الحديث عن التابرينج أو تخليص برامج شراء السندات أن يعني انهيارات قد تحدث في الأسواق، ولكن ما يحدث فعليا هو عملية امتصاص للفائض في السيولة النقدية وتشديد السياسة النقدية لامتداد أو لتمديد فترة التعافي الاقتصادي، وهذا هو الوضع في حال أي دورة اقتصادية. بالتالي من المتوقع أن تحافظ الأسواق على مستوياتها، نتحدث عن الأسواق الأمريكية والمؤشرات الأبرز عالميا على مستوياتها دون أن يكون هناك corrections أو تصحيحات عميقة بنتيجة أنه في عندي تعافي اقتصادي وهناك فجوة يمكن استيعاب عملية تقليص برامج شراء السندات، وأيضا يعني مستويات التضخم الحالية لا تكون مقلقة أو ليست مقلقة في الفترة الحالية. على صعيد آخر أود أن أتحدث قليلا عن العملات المشفرة، وتابعنا أكثر من ضغوط عليها وأكثر من تصريحات تهاجمها، آخرها كان من جاكسون بالمر مؤسس الدوت كوين، وحتى من بعد ما أن الصين اتخذت إجراءات أيضا نوعا ما ضد تداولاتها، في مؤخرة من إيطاليا أيضا تنظيم المالي بإيطاليا قال أنه باينانس غير مرخصة للعمل على أراضيها أو بإيطاليا. إذن إلى أي حد سنرى تراجعات وتأثر لسوق العملات المشفرة بكل هذه التصريحات؟ يعني بلا شك هي تلقت صدمة كبيرة لهذه الأسواق. نحن نتحدث عن انخفاض من 2 تريليون إلى أقل من تريليون دولار وحجم تداول على العملات المشفرة، وعندنا عدد كبير من العملات المشفرة التي يتم إدراجها، وتعد يعني باينانس إحدى المنصات الأكثر شهرة أو الإكسشينج الأكثر شهرة للعملات الرقمية. من العام 2016 يتم محاربتها من قبل الصين بشكل عام العملات المشفرة، ومع ذلك رأينا مستويات عليا وضخمة جدا على البيتكوين على سبيل المثال بتجاوز 67 ألف والذي يمثل أكثر من 50% من أحجام التداول على العملات المشفرة. بصورة غير مباشرة يوجد هناك ضغط كبير فعلا على العملات الرقمية، ولكن ذلك لا يخفف نوعا ما من يعني جاذبيتها، لا تزال موجودة، لا تزال تغطي بعض الاحتياجات المباشرة لبعض العملاء، وبالتالي يكون هناك توجه إلى هذه العملات. بشكل عام يصعب التنبؤ بعمق التصحيح، ولكن لما بطلع على البيتكوين بشوفه لا يزال محافظ فوق مستويات 30 ألف دولار على الرغم من كل هذه الضغوط العالمية. ولكن بالنسبة للمستثمر الآن أو للأفراد
الراغبين بالاستثمار، أين ترى الاتجاهات أكثر بين يعني المخاطر يمكن المرتفعة بمجالات معينة بالأسواق بين العملات المشفرة وبين الذهب أو الملاذات الآمنة الأخرى؟ كل الارتفاعات اللي نشهدها سواء كانت على العملات الرقمية أو حتى على أسواق الأسهم هي دلالة واضحة إلى أن هناك سيولة فائضة واضحة في الأسواق، ولا يوجد الفرصة الخالية من المخاطرة، هي يعني العوائد الخالية من المخاطرة المتمثلة بالعوائد البنكية وما إلى ذلك طالما هي متدنية بشكل كبير. بالتالي نرى الرغبة بالمخاطرة هي الأبرز وهي الأكثر تواجدا، وأيضا السيولة الرخيصة تسبب الولوج الأكبر في يعني استثمارات ذات عائد مقدم تكون مرتفعة ولكن مخاطرة عالية نسبيا، وهذا ما يبرر وجود الترند الصاعد في أسواق الأسهم الأمريكية والأسهم العالمية وكذلك على صعيد العملات المشفرة. بالتالي يوجد لدينا الترند واضح لأنه ما عندي أنا فرصة بديلة خالية من المخاطر متمثلة بانخفاض في عوائد السندات إجمالا متمثلة بانخفاض في أسعار الفائدة إجمالا حول العالم، بالتالي يوجد التوجه نحو أسواق الأسهم ويتم استغلال هذه من خلال ترجمة، على الرغم من أنه هناك جاب واسع وفجوة كبيرة ما بين القيمة الحقيقية والقيمة السوقية، يعني القيمة الحقيقية لا تمثل ذلك على الإطلاق، ممكن أن يكون في تصحيح واضح. ولكن حتى الآن التصحيح طيب. شكرا جزيلا لوجودكم معنا من دبي رئيس قسم الأبحاث في مجموعة أكويتي أستاذ رائد الخضر، شكرا لك.